تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا منذ 9 تشرين الثاني عام الجاري لشتى هجمات إرهابية من قبل حكومات تركيا ومرتزقتها من مجاميع إرهابية مستخدمة فيها شتى أنواع الأسلحة الثقيلة منها محرمة دوليا ضد أنباء منطقتنا أمام مرأة ومجمع المجتمع الدولي الذي وقفها ساكنا دون أن يتحرك بشكل فعلي وجدي لإيقاف هذه مخططات الاحتلال التركي. أهداف دولة الاحتلال التركي بات واضحة للعالم الأجمع ولأبناء شعبنا الذي لم يقفوا مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمات البربرية، وأبدوا مقاومات عظيمة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة العدو ومرتزقته. وفي هذه السياق وانطلاقا من مسؤولية تاريخية التي تقع على عاتقنا جميعا، وإذ أن الاقتصاد هي إحدى أهم ركائز التي تعتمد عليها قوات احتلال التركي لشن هجماتها على أنباء شعبنا، فإننا نعتبر استمرار في التعامل مع اقتصاد تركي واستيراد بضاعة العدو يعتبر مشاركة في دعم آلة الحرب التركية في قتل وتهجير تهجير أهلنا في شمال وشرق سوريا، حيث إن الأموال تدخل في حساب دولة تركيا هي قنابل موقوتة ضدنا. لذلك وانطلاقا من واجبنا الوطني اتجاه أنباء شعبنا ووقوفا في وجه مطامع أهداف احتلال التركي، فإننا في غرفة التجارة لمقاطعة كوباني نعلن مقاطعتنا وبشكل نهائي لكافة بضائع تركيا، ونناشد كافة أنباء شعبنا والتجار في إقليم كوباني لمقاطعتها واتخاذ تدابير لازمة بهذا الصدد لكي لا تتحول أموالنا إلى طلقات تخترق صدور أطفالنا. كما نناشد جميع لأن نكون يدا واحدة في خندق دفاع عن وطننا بكافة وسائل ممكنة وأهمها الاقتصادية. إننا على ثقة تامة بأن هذه الحملة ستكون هناك نتائج إيجابية ومن خلالها نساهم بشكل فعال في مقاومة احتلال التركي. كوباني 23/11/2019.